غض البصر طبعا، غض البصر مهم، في حاجات انت مجبر تلقى ليومك، انت اخر اليوم لما انت حاسب نفسك بتلقى انه عندك حاجات كشفت لها. طبعا ما بخلوك الشيطان اصلا، المسلسلات دي يجيبها لك في السرير، يجيبها لك في رمضان. حبيبنا دايرين نصوم، انت الشغل الطبي ده ما تورونا الا بعد رمضان، لا لا بس في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، فتح الباب لقى راجل راقد مع مرته في السرير. اوه الموضوع ده مشيد يا مان، الموضوع ده مثير جدا، لازم احنا نتابعه. هو بعد ما قبضهم، بعدين هسه الموضوع ده ذاته كأنت زول بتاع خيانات، الموضوع ده ذاته فيد يعني، حسي الزول ده لما نمسكه هنا، هل يا ربي المرحة تلي بشباك؟ هل يا ربي المرحة تمسك الملاية تمسك الدين كده تقول له في لي المرة دي يعني تطلع زي بتاع دبي دي، خالة ناس هشام وحنان وسفي الحمدابي، يعني شنو مثلا؟ هل الزول المقبوض في السرير ده تصرفه حيكون شنو يا رب؟ خش تحت السرير تلب. فالمسلسلات دي الله يديهم العافيه، الكتاب والمخرجين بدون الحياه دي بيعلمونا. ميرسي يا اخي، ميرسي اوي خالد، ايه الفن العجيب ده؟ ها؟ فن الخيانه في اللبخان العجيب ده، ها؟ علمني اتلب ليها بدون ما راجلها يقبضني في السلم. ايه الحكمه دي؟ احنا في رمضان ما داري منك حاجه حبيبنا. الله ما داري منك حاجه، اقفل باب المنكرات والمحرمات لحد هنا كويسه معاك، اي ما تعمل غلط. اصحى من الصباح من النوم الباب ده ما تفتحه، ما تمشي تعمل غلط. قفل رمضان، بعد رمضان تعال نشوف اللي بيحصل شنو. يعني بعد رمضان نرجع له، الله سبحانه وتعالى ما هو دي النظريه بتاعت اتفاقيه جده. السفيه الحمدابي كتب ما قال. قال البرهان طلب من الدعم السريع يمرق من البيوت، قال له ها بعد ما يمرقوا حيعمل لهم شنو في النهايه؟ حيرجعوا يقعدوا. الله سبحانه وتعالى في اتفاقياته معانا ما بيعمل كده، مثلا حدوده لو واضحه. قال رمضان ده بيغير فيه النفس وبيهذب، يعني اصرف انا اخلي لك المنكر ده ورمضان ارجع، انت لما تعقد النيه دي اصلا ذاته انت احسن تعمله، لكن انا بضمن لك انك لو خليته في ال 30 يوم الباقي بتخليه. فالله عز وجل بيهذبنا، هو الموضوع ده اتعمل عشان الله يساعدك تبقى كويس، ما الله عمله عشان ينتقم منك، الله ما بينتقم مننا حسي. حسي الله بيساعدنا، ورينا الطريق الصح ويقومنا ويساعدنا، فاحنا ما دارين منك حاجه. في رمضان اقفل باب المنكرات حلوه، واقفل باب المحرمات جميل، اي ونواظب بس على المفروضه، ثاني في حاجه ما دارين منك حاجه، شكرا جزيلا، تفضل امشي. بالنسبه لقيام الليل، اهو بعد ما تقوم الليل تصحى عليه الساعه 12 ظهر، فوتنا صلاه الفجر او صلاه الظهر جماعه، فوتنا صلاه العصر جماعه، فوتنا الضحى وفوتنا الاذكار وكده، عشان احنا نقيم أربع ركعات وصلينا الليل لكن جريناها صرف، كنا جارينا الشغل ده الله ما دايره، دايره ادينا فروضنا بس يا زلمة. لكن أنا ممكن أصلي ما دايرين الحاجة، ما تعمل لينا مصحفك ده أغرر إنه أنا حقرأ خمس آيات، ما تقراها مصحف كله، أقرأ الخمسة جويد أحفظ صح، أمشي بعدين أشوف الأحكام والإعراب أسباب النزول، بس خلاص أمشي بعديها. رمضان قاعد ما في حاجة فايتك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له حلمت بفلان الشهيد وحلمت بفلان صاحبه توفي بعده بعد عام ودخل الجنة وارتقى فوق مراتب الشهيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أولم يصم رمضان؟ أولم يصلي سنة كاملة؟ في واحد شهيد، درجة الشهيد بتعرفوها انتوا شنو؟ ما في زول عارف درجة الشهيد، ما في زول عارف. كمان احنا الله عز وجل فرض علينا حاجات، الناس بيفتكروا انه الحياه المفروضه دي ما بتعمل لك اي شيء ولا بتدخلك، الله فرض عليك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد قال له انا حلمت بفلان شهيد في الجنه وعنده صاحبه مات بعديه بسنه، بعد ما استشهد ذاك بسنه، لا رايتهم الاثنين، لقيت ده الزول المات بعد الشهيد بسنه اعلى مراتب في الجنه من الزول المات شهيد. النبي قال له اولم يصم رمضان؟ بينه وبين صاحبه جاء رمضان سنه كامله، صاحبه جاء استشهد حسي وهو مات بعديه بسنه، جاء رمضان صامه، صام صلى قريب ل 6000 ركعه، الله بيحاسبك بيديك اجر بتطلع فوق، ايوه. ده رمضان ما داري منك حاجه، بس الفروض واقفل باب المنكرات والمحرمات، نقطه عربي انتهى، تاني ما عندك اي حاجه، واحد اثنين خلي عندك ثقه في الله عز وجل، قالوا فيه ليله القدر 30 يوم، ليه ما تصادفك؟ صرفة دي بتجي النبي حددها، قال في شهر، السنه فيها شهر اسمه رمضان، في رمضان في ليله حاضر اسمها ليلة القدر، ليه ما تجيك؟ ليه انت بتصوم 30 يوم ما تجيك الليلة دي؟ ليه؟ ليه ما تجيك؟ انت صايم اليوم كله، انت جوا رمضان اصلا، اصلا انت جوا رمضان.
اذا فطرت انت جوا رمضان واذا صايم جوا رمضان 30 يوم دي انت كلها اللهم اني صايم دي ليل ونهار انت جوا رمضان جات بالليل بالصافك انت صايم مصلي المغرب ومصلي العشاء فروضك ونايم على طهاره ما تجيك ليه يعني السبب شنو ما تجيك بتجي للصالحين منو قال منو قال بتجي للصالحين ليلة القدر خير من ألف شهر هو أسوه دار الدول الصالح اللي بيعبد الله ألف شهر ده ما قدلنا له ليه ما خلاص الزول ده صالح وعبر ولا شنو يود المرغن صاحب الصكوك هو زول صالح يدو تاني ليلة القدر اللي جلو ها ليه ما تجيك تكون ما عندها مواصفات الزول اللي بتجيو المفروض تكون صايم وعابد وبتصلي ليه ما تجيك ليه بتجيك خلي عندك ثقة في الله انها بتجيك هاي والواحد لو جاته عشان يدعو هي ما موضوع انك تدعو في الدنيا وما تدعو في الدنيا والواحد اللي تجيه ليلة القدر وتقعد لا هي لحظة اجابة الدعاء في الدنيا في الاخرة اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني نقطة عربي انتهى خلي رمضانك كله كده بالصادفة خلاص الله عفى عنك داير شنو تاني انا ما حاجة بعدين بتزعل بالمناسبة في الدنيا دي ما تعاين يعني ما في زول بخش الحاجات بشهادات واموال والقبر فالموضوع ده ركزوا فيه دايرين نقفل باب المنكرات ونحافظ بس على الفرائض نط عربي انتهى تانا ما دايرين حاجة حلوة دي الدار يزيد اللي زيد والفاتحة دي اقراها بالراحة كده شوفوا فاشن خلينا نتكلم في رمضان في دقيقة السلام عليكم كيف اخباركم ان شاء الله طيبين رمضان شهر عبادة يا اخواننا واحنا دايرين نتعلم فيه قاعدة انا انتظرنا العشر الاولى دي تمر فنجي للعشر الثانية حاجة بسيطة ما مطلوب منك شيء في الصيام ما تعمل حاجة النظرية بتاعت انه انت الغرق في العبادة بغرقك جو رمضان يا زول احنا حنقضيه غيام ليل ما بتقدر كضب ما انا زيك بني ادم فاحنا احنا احنا الله عز وجل علمنا وخلقنا بنظرية انه شنو خطوة خطوة عشان الحاجة تبدأ شوية بتكبر شوية بتكبر بتبقى ثابتة جو رمضان حصلي تراويح وشفع ووتر وقيام ليل اربع خمس يوم الاولى وتختم كله خمسة يوم تختمه بعد شوية الموضوع ده فدي ما الطريقة الإنسان طبيعته ما معدة كده ما تعمل كده ما بتقدر ما هو القرآن ذاته نزله في 23 سنة أخذ مهلته أخذ تفصيله الناس استوعبته حتى القرآن ما نزله ما جاء سيدنا جبريل شايله كده كتاب واحد في ليلة واحدة سلمه للنبي ده ما حصل ده ما حصل 23 سنة المصحف ده بينزل آية آية ستة شهور سنة تنزل آية حتى لما نستعجل فيها قال له ولا تقولن لشيء أن أني فاعل ذلك غدا صورة الكهف قال لهم بكرة بوريكم الإجابة الله ما وري الإجابة قال له ما تقول للناس كذا احنا ما عندنا حاجة مستعجل إلا قاعدين ما فاتكم شيء نزلت على النبي الدعوة وهو عمره 40 سنة عبد الله 23 سنة بس وكان سيد البشر 23 سنة كافية جدا انت بديت من حيث انتهى الأنبياء جاتك كلها مفصلة فإحنا ما دار منك حاجة شغل العشرة دقائق 10 دقائق نسمع تجويد حلوة السلام عليكم حجي كيف أخبارك أقري لين عليك الله الفاتحة بالتجويد صرفه ما أعرفه الله عز وجل ما بحاسبنا وإحنا جاهلين بالحاجة وما بحاسب الزول الجاهل انه جاهل في زول جاهل انه هو جاهل السلام عليكم انت بتتكلم في شنو صرفه بتتكلم في التجويد ما بنحتاج له علمونا في الخلوه هو علموك لكن في حاجه اسمها تجويد ما عارف انت ايوه فانت ما عارف نفسك انك ما عارف الله ما بحاسبك لكن طبعا الله يخلينا احنا 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 ما رسل الدعوه يعني. انا وريتك حسي الله حيبين لكم والله ما في حاجه ما كنت عارف هسه عارف هاي ما طالبين منك حاجه طيب يا صرف هسه احنا لو قرينا بدون تجويد الله بيدينا اجر طبعا بيديك اجر بدون تجويد هاي بدون تجويد بدون اجر هاي بيدوك اجر كيف ما يدوك اجر كيف ما يدوك اجر الامام الشعراوي في الحته دي عنده شرح عجيب جدا قال الدواء ده لو اديته لزول مريض بيعالجه ولا ما بيعالجه هسه لما تمشي للدكتور تقول له دار انا عندي كوليسترول وعندي ما عارف شريان الارتي وعندي ما عارف ازمه مش بديك دواء انت عارف مركبات الدواء ده ولا ما عارفه انت ما عارفه قريت صيدله انت انت ما قريت صيدله الدواء ده بعالجك ولا ما بعالجك بعالجك مش بتبلعه وبتتعالج هو ده المطلوب
لكن فرق الدكتور ده ذاته لوعيه ومشى لدكتور ده الدواء، الدكتور ده مش بيكون عارف تركيبته. ايوه ده الفرق بين العارف والمعارف. الطبيب ذاته ما بيعيه، بيمشي بيشتري نفس البنادول حقك، لكن انت بتجيب في البنادول بتشيل البنادول اللون سيلفر. الدكتور القاري الطب لما يجيه صداع بيشيل اللون احمر لانه عارف تركيبته. فاحنا هسه لما نعبد ربنا بالقرايه دي القران بنفتح، احنا ما عارف الله بيقبل مننا هاي. نعم هاي بيقبل مننا. في فرق بين انك تقراه وانت مجود طبيب وعارفه وعارف الوقفه هنا ليه الله وقفنا وليه قال لنا مده هنا وليه ربنا سبحانه وتعالى قال لنا نسترسل في الحته دي. حاضر انت عارف انت عبادتك لله بتفرق، تذوقك للمساله دي بيفرق. احنا ما عندنا مشكله معاك كثيره. طيب نظريه العشر دقائق نسمع تجويد مره، نسمع تفسير مره، في المصحف ده كله في رمضان نعمل شنو؟ والله ممكن سوره البقره كثيره صف. نعم كثيره ما تجودوها، لا كثيره صراحه كثيره. انا بديك الاخف والله، ادينا الفاتحه، الفاتحه ما بتقدر عليها في شهر. ايوه بنقرا، لا الفاتحه ما بتقدر عليها. نعم الفاتحه سبع المثاني، لا ما بتقدر عليها ما بتقدر عليها، ما بتقدر كذاب، انت ما بتقدر عليها، انت ما الزول اللي بتقدر عليها. عشان تقدر على الفاتحه دي في شغل كثير تتمه. يا زول احسن لك اقرا سوره البقره واحفظها وجويها في الشهر ده والفاتحه خليها. لا لا نمسك الفاتحه، خلاص نمسك الفاتحه يا اخوان. الفاتحه ربنا سبحانه وتعالى قال له انه احنا اديناك المثاني والقران العظيم، يعني الله كل الانبياء اللي ارسلهم ما اداهم سوره الفاتحه، ادى للنبي بس صلى الله عليه وسلم بس، براها براها هاي ما كلموا، قال له ان احنا قال له اديناك السبع المثاني والقران العظيم، ما اداه لموسى ولا عيسى ولا كل المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هنا الإمام ابن القيم الجوزي واقف، الإمام ابن القيم الجوزي ده الحنبلي للمذهب، وقف كاتب له أكثر من 13 مجلد مسميه شنو؟ دروب السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين او غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بس بين الكلمتين ديل كاتب 13 مجلد. ما بتقرا انت في ما بتق... ما في شعر ما بتقرا سوره الفاتحه اللي هو طب هي بتغيم بها الصلاه ذاتها. الفاتحه ما خلاص الموضوع انتهى، ما محتاجه ايه، ما سوره الفاتحه فتح بها المصحف قال له احنا اديناك السبع المثاني ده، فده موضوع كبير، لكن ممكن نجويده في رمضان، جويده في رمضان دي كفايه جدا، نعرف نحو وصرف ونعرف الشرح بتاعه بس في ديل في الظاهره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فكره جدا في رمضان نحن نبدا الحياه دي حلوه معانا. صرف انا طبعا قاعد يجيب في الشروحات، ما تعمل الكلام ده بتقدر عليه. ما بتقدر، صعب شويه، خلينا نعمل الحاجه المعقوله. واحد اثنين يا اخي في رمضان تعال نشتغل نظريه حلوه، احنا ما ناخذ حسنات بدون سيئات، رايك شنو؟ مطلوب مننا شنو؟ نقفل باب المحرمات والمنكرات، اقفل الباب حقه، بس ما تعمل الحاجات دي في رمضان، نقفل الباب. احنا بناخد العداد كامل، ما تعمل اي حاجة، خليك متكل في السرير، ما عندك القدرة تمشي تصلي، ما عندك القدرة تجيب، ما بس اقفل باب المنكرات والمحرمات. كنت تسكر هاي في رمضان ما تسكر، موضوع بسيط. في يوم المرأة او يوم الام احنا نحيي امهاتنا الصامدات الصابرات، ونحيي امهاتنا اللي بيقدموا لنا نموذج في الأمة المثالية للجيل والأمة القادمة في السودان، المستنفرات الثابتات الصامدات المؤمنات المحتسبات، أمهات الشهداء وأمهات المقتصبات وأمهات المفقودين وأمهات الأسرى. ربنا يتقبل منكم ثباتكم وجهادكم، وربنا ينصرنا بيكم إن شاء الله، وإنتوا إن شاء الله أسباب نصرنا. وإذا نظر الله إلى هذه الأمة بعين الرحمة فإنتوا إن شاء الله تكونوا يعني دواعي رحمة الله عز وجل، فربنا يثبتكم ويصبركم، وربنا يفرج عن قلوبكم، وربنا ينزل السكينة في قلوب أمهات الشعب السوداني، أمهاتنا جميعا. وتحية لأم درمان في اليوم ده يعني.